السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ما زالت الحادثة والتي وقعت اليوم بجامعة الجزائر تثير غضب الجزائريين وتشغل الرأي العام الجزائري، خاصة وأن المتهم مربية أجيال وضحية فتاة جزائرية مسلمة حافظت على دينها وشرفها وقامت بستر وجهها. وحسب ما هو متداول فإن الأستاذة قامت بطرد طالبة منقبة من حصتها وقالت لها أنا عنصرية ولا أعترف بدينك، وأصبح توقيف هذه الأستاذة عن العمل بل والقبض عليها والتحقيق معها والتحقيق في هويتها وجذورها مطلب كل الجزائريين. فوجب على السلطات الجزائرية التحرك فورا وتنفيذ مطلب الشعب لأننا في بلد عربي مسلم.